تامر بيقول بين رائحة الدوكو والكوريك والمفاتيح الإنجليزي والكاوتشات كبرت لقاء وأحبت مهنة والدها، صارت تسأله عن كل شيء حتى تعلمت المهنة قبل أن تبلغ 11 من عمرها، واستطاعت أن تصلح السيارات بمفردها. أنا لقاء مصطفى الخولي، ميكانيكي سيارات، بشتغل في الأقصر مركز إسنا. اشتغلت من 8 سنين، كان عندي 11 سنة. نزلت الورشة مع بابا، بابا ميكانيكي ونزلت معاه. كنت حابة ان انا اجرب تجربة جديدة عن البنات، وعن ان انا اتحدى عادات وتقاليد البلد، علشان في الصعيد متمسكين بالعادات والتقاليد، صعب ان البنت هناك تشتغل اي حاجة. حبيت ان انا اعمل حاجة غريبة وفريدة من نوعها. اشتغلت مع بابا وفضلت اساله كتير جدا لغايه لما علمني، وبقيت افهم، بقيت فاهمه كل حاجه في العربيه. بقيت اسال كتير جدا علشان عايزه افهم كل حاجه في العربيه، علشان حبيت الشغل ده، حبيت ان انا اطور نفسي، عايزه اعرف كل حاجه. لم تعر لقاء الخولي ابنه محافظه الاقصر لكلام الاخرين عن عادات الصعيد وانتقادهم لوقوفها في الورشه اي اهتمام، حتى اعتادوهم عليها وتقبلوها بينهم. لقاء ذات 17 ربيعا تركت الصعيد وجاءت إلى القاهرة لتلتحق بمعهد تدريب مهني للاطلاع على كل ما هو جديد في ميكانيكا السيارات. الناس في الأول كانت مستغربة جدا مني علشان أول بنت وكده، فأنا ما كنتش بسمع لأي حد خالص، ما كانش في حد بيضايقني. كان في ناس معترضة على إني بشتغل كده، بس ما كانوش بيقولوا كلام بيضايقني. بس انا طبعا بابا كان بيشجعني، وماما واخواتي، وفي ناس كتير كانت بتشجعني، بس ما سمعتش الكلام اي حد خالص، لان انا حابه اللي انا بعمله. كملت الشغل، ولاني ما فيش فرق بين البنت والولد، ولان الشغل مش عيب خالص ولا حرام. انا بشتغل شغل عادي جدا، فخوره جدا وانا بلبس الشغل بتاعي. لما يكون هدومي فيها الشحم، فيها اي حاجه، انا بروح في اي مكان، بقابل اي حد، بقابل ناس كبيره جدا في مراكزها كبيره بهدوم الشغل بتاعتي. هما بيبقوا كمان فخورين بيا جدا. الناس دلوقتي لما اثبتت نفسي في شغلي، الناس بقت مبسوطه من ده. بقوا حابين يشوفوا لقاء اكتر في الشغل، عايزين يشوفوا لقاء اكتر، عايزين لقاء تشتغل دايما. الاول الانتقادات الاول دي ما عادش فيه، دلوقتي بقى الكل يشجعني. شرطي بقى انه اللي يتقدم لي ما ينفعش ان انا اسيب شغلي، لان ده حلمي من انا صغيره، ودي الحاجه الوحيده اللي انا بحبها. يعني دي اكتر حاجه انا بحبها، انا بحب اعملها، لاني كمان مش شايفه نفسي ان انا ممكن اشتغل اي حاجه تانية. يعني مش هعرف اشتغل اي حاجه تانية اصلا. حبها للميكانيكا لم يقتل انوثتها، فهي مثل اي بنت تحلم بالزواج من رجل يقدر عملها، بل وتعتبره شرطا اساسيا للزواج. تحلم بورشه كبيره مزودة بكل المعدات الحديثة. تقول لكل بنت مصرية: حققي حلمك واعملي لنفسك فيه، ما تسمعيش كلام الناس، ما فيش فرق بين بنت وولد.